ولا رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي تعهداتي مكانة خاصة لقطاع المعادن كرافعة تنموية لا غنى عنها في مجالات التشغيل وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية، وهو ما وعت الحكومة وباشرت في تطبيقه ميدانيا، حيث سجل القطاع خلال السنتين الأخيرتين تقدما كبيرا محققا إصلاحات وإنجازات عديدة ركزت بصفة خاصة على الانفتاح على المبادرات الحرة وتعزيز المكاسب الجيولوجية وكذا الشفافية في تسيير الموارد المعدنية وتطوير وترقية الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى تأطير المشروعات المعدنية الصغرى والاستغلال التقليدي للذهب. وفي هذا الإطار اتخذت وزارة البترول والمعادن والطاقة ولأول مرة مبادرة إعداد استراتيجية وطنية للتعدين بغية تزويد قطاع المعادن برؤية طويلة المدى تستحضر واقع المعادن في بلادنا وتبني عليه لتطوير القطاع وجعله يحتل المكانة اللائقة به في المنظومة الاقتصادية الوطنية. كما تم إعداد دراسة حول واقع المحتوى المحلي واعتماد نهج تشاركي لبناء استراتيجية لتطوير محتوى محلي تشاركي للصناعات الاستخراجية تشمل قطاعات البترول والمعادن والغاز. كما أنشئ نظام جديد لسجل المعدني متاحا على شبكة الإنترنت يعمل على تقريب المجال للمشتغلين فيه والباحثين، ويشكل قطيعة مع غياب المعلومات المدعمة بالأدلة العلمية والعملية، الشيء الذي عزز مناخ الثقة بين الشركاء وأفضى إلى مزيد من الإنتاجية كان القطاع يفتقدها. كما تمت إعادة تنظيم القطاع وإنشاء شركة معادن موريتانيا لتكفل بالتعدين التقليدي وشبه الصناعي الذين كان إلى وقت قريب يتخبطان في وحل الفوضوية وعدم التنظيم ما أفقدهما مكانتهما الاقتصادية الهامة. وتم أيضا إنشاء الوكالة الوطنية للبحث وترقية النشاط المعدني مكلفة بالبحث الجيولوجي وتسيير مساهمة الدولة في الشركات المعدنية. وفي مقاطعة الشامية تم إنشاء مركزين لمعالجة الحجارة وافتتاح 24 موقعا للاستغلال التقليدي للذهب ومناطق جديدة للتنقيب في منطقة الشقات. ومكنت هذه الإجراءات المختلفة من خلق 54 ألف فرصة عمل مباشرة و97 ألف وظيفة غير مباشرة. وأعد القطاع مشروع ريادي لإنتاج الذهب دون استخدام مادة الزئبق. بدأت هذه التجربة في ماركول المعالجة بالشامي في شهر يوليو 2020 بالتنسيق مع القطاعات الفنية، وبعد إكمال واستخلاص نتائج الدراسة التشخيصية حول سلسلة قيم النشاط التقليدي في مجال الذهب بتاريخ 31 يناير 2020. وفي إطار الإصلاحات المؤسسية والقانونية أيضا بدأ القطاع مراجعة المدونة المعدنية لتصبح أكثر انسجاما وموائمة مع المبادئ الجديدة للشفافية والحكم الرشيد.